نعمل ايه بقى عشان نتخلص من ده؟ هقول لكم شوية اجراءات بسيطة جدا جدا نبتديها مع اولادنا عشان نوصل الى فكرة ان احنا نخرجهم من ان هم يتربوا على ان هم الافضل. اول اجراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا لما قال لنا صلى الله عليه وسلم قيمة المرء بما يحسنه. علموا اولادكم ان هم دايما يكونوا عندهم مهارة وعندهم حاجة بيحسنوها ويكتشفوا جمال ربنا فيهم، وان قيمة الانسان بما يقدمه من قيمة. يبقى إذن مش قيمتك بتميزك، قيمتك بالقيم اللي انت بتحملها وما تقدمه من قيم، وقيمتك بالجمال. فاحنا محتاجين نربي أولادنا بشكل واضح على قيمة الإتقان والإحسان، مش الأفضلية، مش ما يبقاش الإتقان والإحسان من أجل التميز، ولكن من أجل الجمال ومن أجل الرحمة ومن أجل الخير. وفي فرق كبير ما بين التميز اللي بيجعل الإنسان في بعض الأحيان يكتب ويمثل عشان يوصل، ومن بين المتقن الصادق. ولذلك ليس الطريق، أهل الله يقولوا ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق. بلاش وانتوا بتربوا عيالكم، بتربوا أولادكم وربي أولادنا، تربوهم على إن هم يحبوا إنه دايما يبقى هو الظاهر في الصورة بس، ويبقى هو اللي مال الشاشة وهو المسيطر على الحوار. لكن خلوكم يعيشوا مع بعض التعامل المشترك، ويعيشوا مع بعض لذة إن الحياة واسعة. هنا الأولاد هيبقوا فاهمين كده بشكل كويس. تعالوا نشوف إجراء تاني مهم جدا 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 عشان نربي أولادنا عليه. لازم نربي أولادنا على إن هم مش مهددين، ونربيهم على إن هم غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى إن هو غالي إن هو لوحده الغالي، كل البشر غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا بيرزق الكل. فالكل البشر عبيد بينظر إليهم الله سبحانه وتعالى، وهم كل البشر منيلين بالنعم. فإيه كونك أنت عندك نعم، أنت مش محتاج لا تكعبل حد ولا تدوس على حد ولا تأذي حد. آخر حاجة لازم نعلم أولادنا إحنا وإحنا بنعلمهم عشان يفضلوا عايشين في هذه المسألة، إن الحياة أوسع بكتير جدا 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 من رؤيته الضيقة. وهيشوف وسع الحياة دي لما يشوفها بوسع النعم اللي عنده وعند الآخرين، وساعتها هيقدر يحب الجمال. إن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لازم نساعد أولادنا إنهم يكتشفوا مهاراتهم زي ما قلنا، ولازم كمان تاني إجراء لازم نخليهم كمان يستثمروا المهارات دي، وتاني إجراء إنهم كل ما ينجحوا يقولوا الحمد لله على التوفيق. آخر إجراء علموا أولادكم إنهم يتعلموا من كل شخص بيقابلوه، ويا سلام لو كل واحد كتب شيء يتعلمه من حد كل يوم. لما نعيش أولادنا في هذا الحال أولادنا هيعيشوا ممتلئين، ما عندهمش فراغات في نفسيتهم، ما عندهمش عيوب، ما عندهمش أوجاع، ما عندهمش انتقام من حد، ولا عندهم صراع لازم يعيشوا فيه، لكن هيعيشوا آمنين. إحنا قاعدين نشوف بشر نزعت، بشر صورتهم بشر لكن هم وحوش. السبب في ده إن هم عاشوا على فكرة الأفضلية، عاشوا على فكرة أنا خير من، عاشوا على فكرة شعب الله المختار. عايزين أولادنا عشان ما يتحولوش إلى وحوش سواء علينا أو على اللي حواليهم، يعيشوا إن قيمة المرء بما يحسنه مش قيمة المرء بإنه هو أفضل من مين. يا رب إلهمنا الصواب والرشد، واجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا يا رب من الذين يقبلون عليك في كل وقت وحين، واجعلنا يا ربنا من أهل الإحسان لكي دائما نكون في محل نظر الرحمن. يا كريم يا ودود يا رب العالمين. بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم المباركة عشان نجيب عليها، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على فيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسره، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة، وتفضل باب مفتوح على حضرة مولانا سبحانه وتعالى اللي بيمدنا بالتوفيق وبيمدنا كمان بنور العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس تذكر في الملأ الأعلى يا رب العالمين. وأول سؤال عندنا النهاردة الأستاذ فاروق من التأهلية. أستاذ فاروق. أيوة يا باشر. أهلا وسهلا أستاذ فاروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ فاروق، اتفضل. أنا من زمان نفسي أسمع صوتك منك. الله يعز حضرتك يا أستاذ فاروق. دلوقتي أهلي لما ظلمت كتير قوي قوي، وكنت صاحب ورشة ألمونيا في 100 غمر.
وبعدين ايه اللي حصل؟ ربنا يرفع عنك. اللي حصل في ناس كلتني نقديه وفي ناس كلتني بضاعه. طيب. فالا مؤاخذه في ناس عندي مبلغ كبير بره عند الناس وعاوزين يدينوا حق، بمعنى ان انا ما كتبتش عليهم ورق، في ناس كتبت عليها ورق وما خدتش حق، وفي ناس ما كتبتش ورق وما خدتش حق. الحل ايه دلوقتي في الناس اللي هي عندها الفلوس دي؟ اذا مدينا للفلوس هيبقى فيها دم بيننا وبينهم. طيب انا بتقول ايه؟ لو ايه؟ لو هم لا مؤاخذه بنطلب الفلوس ونشتكيهم يبقى في دم، انا مش عاوز الدم دي يحصل خناق وقله ادب وكده، ما بحبش ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لما انت تطالب بحقك وتشتكي؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا هيحصل حاجه، هيحصل ان انت تحصل على حقك. والله ما حد عاوز يدينا حق. طب انا هكلمك يا حاج فاروق. بص يا حاج فاروق، اول حاجه لازم نكلم الناس. حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في القضاء في الخصومات اني بيتكلم عن ان حق الناس، فحق الناس اللي بياخده ده بياخد قطع من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الخصومه، فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له حق قطعه من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لربما يكون بعضكم الحن بحجتي من ايه؟ من اخيه، فاعطيه حق اخيه، فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له قطعه من النار، فليأخذها او ليدعها. فاللي حاصل دلوقتي وببساطه، الناس اللي واخده فلوس الحاج فاروق وما بترجعلهوش وبتعيشه في هذا الوجع، كل ساعه بتمر عليه بوجعه وبضيقه كل ما النار بتلتهب عليه. ولذلك حضره النبي قال فليأخذه وليدعه. طب اللي بياكل اموال الناس بالباطل انما ياكلون في بطونهم نار. فلذلك انت لازم تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اكثر الحاجات اللي بتنزع البركه في حياه الناس، مش بتنزع البركه من المال، تنزع البركه من الحياه، اكل اموال الناس بالباطل. فالناس اللي واكله اموال الناس بالباطل دي تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها. لان اكتر حاجه بتؤذي الانسان وتضيع حياته وتربك حياته واكل اموال الناس بالباطل، من اكتر الاشياء. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. وكاني عدم طيب المطعم بيخلي الإنسان يدخل في حواجز وموانع من رؤية نعم الله ومن العيش في نعم الله سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. الحاجة التانية، أنا معرفش خالص إن الواحد يتهاون في طلب حقه. لا، اطلب حقك، حتى لو إنك أنت هتشتكي وترفع قضايا اطلب حقك. لأن ليس معنى إن أنت ما أخدتش ورق إن أنت مش صاحب حق. لا، لو انك انت ما اخدتش ورق استئمانا للناس دي ثم هم خانوا هذه الامانه، لا، اطلب وحاول ان تاخذ الى حقك بالسند القانوني وبما اتاحه الله لك من سبب، وهو ان انت ترفع عليه قضيه حتى تصل الى حقك، ودوت ليس عيب وليس فيه مشكله. معانا الاستاذ محمد من دمياط. استاذ محمد، لو سمحت يا شيخ. اهلا وسهلا استاذ محمد، بس اطمع اطمع من ان حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون لو تكرمت. لو سمحت يا شيخ عمرو، الاحقاب الاشعري. ايوه ايوه، سامع حضرتك استاذ محمد، اتفضل. يا شيخ عمرو، الاحقاب الاشعري مع المسؤوليه. معلش يا استاذ محمد، انا محتاجين ان حضرتك تكلمنا، بس تكلمنا من مكان تاني غير المكان اللي انت فيه، لان الصوت مش واضح حاضر خالص يا استاذ محمد. مين يا فندم؟ السيده مماهر، تتفضل من كفر الشيخ. السلام عليكم. ايوه، ازيك يا شيخ؟ نعمه وفضل الحمد لله. الحمد لله. والله انا بعت لحضرتك السؤال على الصفحه، اللي هو ابني كان مريض فشل كلوي وغسيل وجلد. وبعدين؟ وبعدين كان مقصر شويه في الصلاه، وهو تعب من عمر 9 سنين. طيب، ربنا ان شاء الله يجمع له بين تمام الاجر والعافيه يا رب. هو ربنا الحمد لله توفاه وهو 18 سنة ونص. ربنا يجعله في فسح الجنات يا رب. يعني تقصيره في الصلاه دوت مألمني نفسيا جامد ومش عارفه اعمل ايه. طيب يا ستي، احنا دلوقتي هو قصر في الصلاه وتوفي.
ايه الحل اللي احنا عندنا؟ الصلاه عندنا عباده بدنيه. وانا هقول لك حاجه لنفسيتك انت يا حاجه ممهر هكلمك عليه دلوقتي. هو دلوقتي اثر في الصلاه، والصلاه عباده بدنيه، لا يجوز ان حد يقضي الصلاه عن حد، لكن يجوز ان احنا نتصدق بصدقات واسعه وكثيره، وهذه الصدقات تعود على هذا الانسان بان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطره ويعفو عنه ويغفر له. لان احنا عرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في حاجات تخفف على الانسان وتزيد في عمله الصالح بعد وفاته، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فاذا انت عملتي ده وتصدقت عنه ان شاء الله ربنا يخفف عنه. وانا بنصح حضرتك ان انت كل ما تعملي عباده قولي اللهم هب مثل ثواب عبادتي لولدي. لكن خليني اقول لحضرتك حاجه، ما ينفعش ان انت تجزمي بحاجه مش عندك. ما ينفعش تجزمي بان ابنك بيعذب دلوقتي، ولا ان ابنك الله سبحانه وتعالى ما عفاش عنه. ده مش من حقك. انت حقك حاجه واحده بس، ان انت تحسني الظن بالله. هذا اقبل على الله وهو قد شهد لله بالوحدانيه وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرساله. اذن هو اقبل على الله بشفاعتين، شفاعه ان هو وحد الله، وشفاعه انه امن برسول الله. فانت تعمل ايه؟ تحسني الظن بالله بان ربنا لما يجي له كريم وعلى هذه الحال ان شاء الله ربنا يكرمه ويغفر له. فدايما ادعي لابنك بالمغفره، ودايما حسني الظن بالله. يبقى عندنا ثلاث عبادات قلت لحضرتك عليهم. اول حاجه ان انت تدعي لابنك بالمغفره، تاني حاجه ان انت تكثري من الصدقه، ثالث عباده ان انت تحسني الظن بالله. ده هو الطريقه الصحيحه في التعامل مع ابنك وان شاء الله. بس اوعي يسيطر عليك نفسك الاماره بالسوء بان ابنك خلاص انت عرفتي نتيجه الامتحان. هو مش امتحان، ده هو الامر موقوف على فضل الله الرحمن. فانت ليه تقولي وتجزمي بحاجه انت مالكيش علاقه بيها؟ ازاي ربنا هيعامله بالكرم ولا هيعامله بالعدل؟ ده عندي مولانا. طب واحنا واجبنا ايه؟ ايه العباده اللي عندنا؟ نحسن الظن بالله. نعم. استاذ سيف من الاهليه اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا حضرتك كيف؟ بخير الحمد لله يا حبيبي. هو في واحد صاحبي كده محمد، قال لي مامته يعني اخواته وباباه مقصرين معاه جدا. طيب يعني انت عندك سؤال على حد باباه واخواته مقصرين معاه جدا، صح كده؟ اه. ماله بقى مقصرين معاه في ايه يا سيد سيف؟ كانوا يزعقوله ويضربوه، كل يوم في المدرسه معاه انت يحكي لي عن اللي هو بيحصل معاه. يعني هو بيحكي لمين؟ هو بيروح يحكي لحد للطلبة اللي معاه في المدرسة عن اللي أهله بيعملوه معاه؟ بيحكي لي أنا. بيروح لمين يحكي لمين؟ للطلبة اللي زيه ولا للمدرسين؟ لا بيحكي لي أنا. بيحكي لك أنت يا عيني. آه. فأنت عايز تعرف تعمل له إيه، صح؟ آه. طيب أنا هكلمك يا سيد سيف، أنت في إعدادية ولا في ابتدائية ولا في ثانوية؟ في إعدادية، صح؟ طيب انا هقول لك تعمل معايا ايه يا سيد سيف. سيد سيف انت قدامك ثلاث حاجات لازم تعملها معاه. اول حاجه طبعا انا ما بشوفش ان انا بتكلم مع حد، انا بتكلم مع شاب كبير عاقل، والدليل على ذلك انا بشكر سيف، انا بحبك يا سيف والله العظيم، انا ممتن جدا جدا لان انت اتصلت، عشان انت لما ما قدرتش توصل لنتيجه انت طبقت سنة رسول الله وطبقت امر رسول الله، انما شفاء العي السؤال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احسنت، استمر على كده يا سيف دايما. انا هقول لك ثلاث حاجات تعملها مع صديقك ده، ضروري تعملها معاه. اول حاجة حاول تطيب خاطره. تطيب خاطره يعني ايه؟ تفهمه ان مش حياته بس، حياته مش بس هي اخواته ووالده. الحاجة التانية لازم تفهمه يعني ايه حياته مش اخواته ووالده. حياته فيها المذاكرة وفيها العمل وفيها كمان صحبيتكم وفيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. طب أنا ليه ما قلتلكش
الحاجه الثانيه دي ما قلتلكش الاولانيه، يعني ايه الحاجه الثانيه؟ ان انت تحاول بقدر الامكان تفهمه ان الناس بيختلفوا في وجهات النظر، فلما بيختلفوا في وجهات النظر ساعات بيعملوا حاجات هم غلطانين فيها، وليس معنى ان هم غلطوا في حاجه ان هم في الحقيقه بيكرهوه. هم غلطانين، غلطانين في ان هم يزعقوا له، غلطانين ان هم يشتموه، بس بيكرهوه لا. فلازم تفهمه ان هو يتعلم انه يكره الفعل ده بس ما يكرهش الناس دي. والكلام اظن انت فاهمه، يعني اللي هم عاملينه ده حاجه وحشه، بس انا ما اقدرش اقول ان الشخص ده وحش. ليه؟ لان بعد شويه هو لما يكبر هيلاقيهم عايزين خلاص، هو شايفين ان هم ربوه واشتد عوده فيتعاملوا معاه بسهوله، فهو ما يقدرش يرجع لهم. لكن لو فهمناه دوت بدري هو بيتعامل معاهم بشكل كويس. الحاجه الثانيه وانا شايف ان انت راجل ممكن تعملها، ان انت اهله لو انت بتشوفهم ممكن تكلمهم على الطريقه الحسنه اللي والدك ووالدتك بيتعاملوا فيها معاك، بحيث ان الناس دي ممكن تفهم ان في طريقه تانية ممكن يتعاملوا فيها مع ابنهم. لان انت لو رحت قلت لهم ان ابنكم جاي بيشتكي ممكن يأذوه، فانا شايف الثلاث حاجات اللي انت لو عملتهم دول ان شاء الله يكون في حل كويس مع صديقك. وانا واثق فيك جدا، انت راجل وتقدر تقوم بالمسؤولية دي، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا سيد سيف. نعم، استاذ احمد من الاليوبية يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ احمد. زادكم الله من فيض علمي، ونسأله عز وجل ان تعملون بما تعلمون يا رب، حضرتكم وفريق العمل يا رب ان شاء الله. وهذا جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب وفريق العمل يا رب. حضرتكم احمد عروج من غرب شبرا كده. اتفضل يا استاذ احمد. حضرتك اثناء العمل بنصلي بعض الاوقات التي تدركنا جماعه، فحضرتك بامنا شخص واحيل الى المعاش كان جديد بالإمامة علميا ودينيا وأخلاقيا وما إلى ذلك، ولكن أيوة حل محله إمام آخر غير جدير بكل ذلك. ليه بقى؟ بشهادة الجميع يعني معلش، فهل يجوز لي أن أرفض الصلاة من خلفه وأصلي منفردا؟ طيب، أولا أنتوا الصلاة اللي أنتوا بتصلوها دي اللي هي الصلاة في مكان العمل، أنتوا بتصلوا في المصلى، والمصلى له أحكامه اللي فيها قدر من الاختلاف عن المسجد، ولكن هو أنت تكلمني عن صلاة الجماعة. أنت هناك من تريد ألا تصلي خلفه لأنك لا تراه مستحق للإمامة كما كان ذلك الشخص الوقور الحسن ده. مش هو ده المسلك الصحيح. ما دام صلاته صحيحة فمن صحت صلاته لنفسي صحت صلاته لغيري، وقد يكون دوت جزء من تهذيبك لنفسك يا سيد أحمد. يعني إذا كان الشخص ده صلاته صحيحة لنفسه، يعني بيقرأ الفاتحة صح، كمان بيأدي الأركان صح، فإذا هو بيقرأ السورة ما بيدخلش أهل النار الجنة ولا بيدخل أهل الجنة النار، فإذا كان هو بيصلي أركان الصلاة صحيحة فصلي وراه. حتى صار هناك قاعدة كده، عند قاعدة ان احنا امرنا ان نصلي خلف كل بر وفاجر، فاذا كان هو مش فاجر كل حكاية انت شايفه ان هو مش الاحسن، لا احنا مش بنصلي ورا الناس عشان هم على كيفنا ولا هم بيرفكت، فانت لازم تتعود ان انت تصلي ورا الناس. الامر التاني انت بتكلمه في الصلاة، الصلاة الناس المفروض تكون اهل محبة مش اهل عناد وكراهية، حتى لو هو اساء، حتى لو انت شايفه ان هو بيعامل الناس بغلظة بيعمل الكلام دوت، لكن كمان نصحت للشخص اللي هو بيصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح الشخص ان هو ما يصليش بالناس وهم له كارهون، بس ده ليه هو مش ليك انت. انا نصحت ليك ماذا تفعل؟ لا، صلي خلفه. اذا كنت بتسألني اصلي خلفه ولا اصلي منفردا، اكيد صلي خلفه ولا تصلي منفردا، لا تزهد في 27 درجة، فلذلك صلي خلفه ولا تصلي منفردا. نعم، استاذ محمد من الجيزه يتفضل. الو يا استاذ محمد اتفضل. ماشي يا باشا. السلام عليكم. استاذ محمد، يعني اتمنى على حضرتك ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون. حاضر، توطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد اتفضل.
كنت عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا شيخ، بس ممكن العيال هم اللي يكلموا ام ندى، بس هي تتكلم؟ طيب يلا انا مستني اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. حضرتك يا شيخ الله يبارك لك. نعمه وفضل، الحمد لله. جزاك كل خير يا رب. يا رب يا رب. دلوقتي عايزك توجه كلمه يا شيخ لجوزي، على طول متعصب وعلى طول بيتخانق في البيت، وعلى على اتفه الاسباب تلاقيه بيعمل مشاكل وصوته عالي على طول لدرجه الجيران والبيت بيشتكي من علو حسه. طيب هو وانا تعبت وجالي السكر من بعد الشر عليك، عالي الدم بعد الشر عليك. يبقى الله يبارك لك، يعني عايزك تقول له كلمه كده يعني يخليه حنين علينا ويصلح له حاله كده بيها. الله يبارك. طب خليني اقول له، عشان اقول له الكلمه صح. هو دلوقتي هو طول عمره كده ولا لما حصلت الازمه الماليه حصل كده؟ لا الحمد لله ما فيش ازمه ماليه. طيب. والدنيا ماشيه وكويسه الحمد لله، بس هو كسل بينزل يعني عشان ينزل الشغل كسلي، يعني متعطل زي ما تقول. دي ازمه معطلات. دي ازمه. هو بيدعي ان في عفاريت وحاجات زي كده؟ لا هو اول ما يخش البيت كده تلاقيه بيعمل مشاكل، اول ما يخش يعني ما بيكملش دقيقه في البيت تلاقي حصل مشاكل وزعيق وصوت عالي. عندكم لكن هو مش عندكم في البيت اكبر 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 ولادكم عنده كام سنه؟ 20. طيب انا معايا اربع بنات. ولد باربع بنات. حاضر. اجاوب على حضرتك. طيب استاذ محمد، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس عشان وقتنا. انا شايف ان انت عندك حاسس ان البيت بالنسبه لك حمل تقيل، وانت شايف ان انت شخص عايز تبقى مبسوط، عايز تبقى ما عندكش الحمل ده، وده اللي بيخليك في بعض الاحيان تظهر بمظهر وكانك الشخص الكسول. هو في الحقيقه انت حاسس ان الحمل تقيل عليك، وحاسس ان انت انا عملت في نفسي كده ليه، والمسؤوليه كده تقيله عليا قوي قوي، اربع بنات ودايما بيكلموني على ان انا مسؤول عنهم ولازم اقعد معاهم ولازم احاجي عليهم ولازم احافظ عليهم ولازم اكون في ظهرهم. ايوه دي حاجه ممتعه على فكره، دي نعمه من نعم ربنا. الاولاد دول هيكونوا حجابا لك من النار. مش بس كده، انت بس غير تفكيرك ورؤيتك عن نفسك. فانا رايي ان انت بس محتاج تقعد مع نفسك شويه وتنسى خالص الصوره اللي انت كنت بتتخيلها، ان انت عندك ولد او اتنين مع بنت وولد، فانت قاعد بقى في حاله راحه وفي حاله بتقدر بتصحى زي ما انت عايز وبتعمل زي ما انت عايز. صحيح انت مش هتخليهم محتاجين، بس مش هو ده البني ادم. البني ادم جزء من حياته عشان يدوق معنى الحياه الجديه. الانسان اللي مش جاد بيحس ان حياته كلها متدربكه. اللي عندك العصبيه اللي عندك دي لان انت حاسس ان انت مضغوط، واول ما بتدخل البيت بيبقى مطالب ان انت تقوم بدور ان انت اللي بيحاجي على البيت كله. على فكره دي نعمه من نعم ربنا، احمد ربنا عليها، اوعى تفرط فيها. ليه طيب؟ لان انت لما تلاقي نفسك قمت بالدور ده هتجد ايه اللي حاصل؟ هتجد حضره النبي صلى الله عليه وسلم ومدد ربنا سبحانه وتعالى، هتجد نفسك في صحبه حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اقول لك ابتدي غير سلطتك عن نفسك، لان خلاص انت كبرت وانت محتاج تبقى اكثر حكمه واكثر نضوجا. والعصبيه دي مش هتغير من ان انت صاحب المسؤوليه عن هذا البيت. انت راعي، فعليك ان انت تقوم برعيتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. اي حد بيرعى ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى عليه بمدده وبكرمه وبفضله. فاستمر في رعايتك لاولادك وهتحس بنعمه ربنا. هدي بالك، مفيش حاجه تخليك مضغوط كده، انت في نعمه الله سبحانه وتعالى اختصك بيها. دايما حس بان انت في نعمه، وعشان تتخلص من اللي انت فيه ده كتر من الصلاه على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على حضره النبي بتهدي وبتذهب الغضب وبتذهب الوجع. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في خير حال. يا ساده، احنا النهارده اتكلمنا على التربيه وازاي نربي اولادنا على ان هم يبقى عندهم قيمه ويكونوا من اهل الاتقان ومن اهل الاحسان، حتى لو ما كانوش هم الافضل، لان ساعتها هيكونوا الاقرب من رسول الله وهيكونوا الاحب الى الله. يكفينا ان انا اكون قريب من حضره النبي، حبيب من رب، حبيب لله سبحانه وتعالى. دي نعمه ما بعدها نعم. يا رب اجعلنا في المحبوبين واجعلنا من الطيبين
واجعل أخلاقنا أخلاق الصالحين، واجعلنا يا رب نقبل عليك بافتقارنا في كل وقت وحين يا رب العالمين.